قال هذا ما مفهوم كل بدعة ضلالة؟ كل بدعة ضلالة حديث قال العلماء عنه أنه عموم أريد به الخصوص، عموم أريد به الخصوص. مثل الله عز وجل لما قال على أصحاب سيدنا نوح جعلوا أصابعهم فيه في إيه؟ في أذانهم. دخل أصابعك كلها في أذنك ما نشوفك، تقدر تدخلها؟ ما تقدر. بعض أصابعهم، جزء من أصابعهم، طرف من إيه؟ لا تقول لي الله قال أصابعهم يعني أصابع، اتق الله يا أخي بالعقل. هذا عموم أريد به الإيه؟ الخصوص. أرسلنا عليهم ريحا تدمر كل شيء بأمرها، رب دمرت الكواكب، دمرت النجوم، دمرت الجبال، دمرت البحار، أنت تقول كل شيء. هذا عموم أريد به الإيه؟ الخصوص. كل بدعة عموم أريد به الخصوص، أي كل بدعة مخالفة لكتاب الله، لقواعد الشريعة. أما إذا كانت ضمن قواعد الشريعة فقد قال النبي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الليل. ومن سن في هذه البدعة الضلالة الثانية، شوفها، ومن سن في الإسلام بدعة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها.